السلام عليكم الاخوه الاخوات، اتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ما كنتش ناويه كاع نصور بتاتا، ولكن قلت انشارك معكم هاد المريقه ديال اللحم بسلاوي، ولكن ما غنديرهاش في الطاجين، غنديرها في الكوكوت حيت معطله شويه، ولكن راه كتجي رائعه. مشيت بالصدفه لقيت بانه كاين السلاوي وانا ناخذو دابا. غادي ها هويا غادي نديرو باللحم وغنديرو في الكوكوت بطريقه سهله وتيجي من ألد ما يكون. هنا اول حاجه غنبدا بها ان شاء الله معكم هي غادي ناخذ الكوكوت وغنديرو فيها اللحم. الكميه كل واحد واش علاش قدر، وغادي ندير معاهم زيت العود ولا الزيت البلديه كي كيقولوا زيت الزيتون، واللي بغى يدير الزيت العاديه راه يديرها صافي. وغادي نردو فوق العافيه، وغادي الاضافه الاولى اللي غادي ندير عليه هي غادي ندير عليه البصله. ناخذ واحد البصله تكون متوسطه، وواحد ثلاثه الدروس زيوت كلها. وغادي البنات نوصيكم بهذه، نوصيكم بها بزاف ماشي شويه، شي حاجه عمليه وسهله صافي. غادي نضيف هاد الثومه وهاد البصله على اللحم ديالنا، هو غادي نضيف عليه الثومه كي قلنا البصله. هادي خليها نبلل ونشللها صافي. وغادي ندير الملح، الملح ديما كي كنقولوا حسب الذوق، وغادي نخلي حتى يتقلى مزيان عاد نديروا الاضافات الاخرين. ها هو هنا بعد ما تقلى لينا اللحم ديالنا كي كتشوفوا، بعد ما تقلى لنا اللحم ديالنا مزيان ودورناه مزيان غادي نحركناه. الاضافات اللي غادي نضيف، غادي ندير البزار، الفلفل الاسود والزنجبيل والكركم صافي. هذو هما الاضافات اللي غادي ندير، وغادي ندير القزبر والمعدنوس. هنا هانتوما كي كتشوفوا راني دايره هنايا الفلفله كتشوى السلطه، وكنطيب في الغدا. صافي غادي نخلوه يتقلع شويه في هذا القوام اللي درنا ليه، غير واحد 5 دقائق وغادي نمرقو صافي. بعد ما هنا اللحم شرب لينا هذيك كي كتشوفوا هذاك القوام كل شيء صافي، دابا غادي نديروا عليه المرق، وكل واحد على حساب اللحم. الا كان كياخذ طياب غادي يكثر المرقه، ما كانش ياخذ طياب ما غاديش يكثر المرقه بزاف. ها هويا هنايا داك فاش طحنت البصله درت فيه الماء باش ما نضيعوش داكشي اللي بقى صافي. وغادي نسد عليه حتى يطيب ونتلاقاو ملان بيرمي السلاوي. انا هادو هما الحوايج اللي كندير مبدئيا، ما كنديرش معاه هنا مطيشه نهائيا، كندير مطيشه مع السلاوي الا بغيت نديرها في الطاجين. اما الا بغيت نديرها في الكوكوت ما كنديرش معاه مطيشه، وتيجي واحد تيجي ما نقولش لكم منه، تيجي رائع. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه ونعاودوا نتلاقاو ان شاء الله باش نكملوا الطياب ديالنا صافي. هنايا بعد ما طاب لينا اللحم كي كتشوفوا ضروري تكون المرقه قليله، ما تكونش كثيره بزاف. نشعلها الضو باش يبان شويه الضو، شفتوا ما تكونش المرقه كثيره بزاف، تكون هكا قليله. وغادي نشدو السلاوي اللي مقطعينه بطريقه، كل واحد يقطعو بالطريقه اللي بغا. ها هوايا
صافي وغادي نديروه هنايا، غادي نرميوه. ضروري تكون المرقه قليله حيت هو عرفتو السلاوي كيطلق الماء، ما غاديش ما نبغوش يطلق لينا الماء، بغينا المرقه تجي خاطره وتجي عاقده. صافي غادي نشد الاضافه اللي كندير هي زيت الزيتون ديال المغرب، لان فيها واحد اللذه، ولكن اللي بيضيف اي زيت زيتون اضافه هاد زيت الزيتون ديال المغرب كتعطي واحد الطعم رائع. نديرها في الاخر هكا، وغادي ندير شويه ديال البابريكا الفلفله حمراء، ندير غير شويه هكا من الفوق باش كيعطي اللون ديك المريقه. صافي وغادي نسدو عليه يطيب ونطلقوا منين توجد ان شاء الله، منين توجد المريقه ديالنا. واحد الاضافه بغيت نقولها لكم، هو راه ما كياخذش الوقت في الطياب، غير شويه على ما تصفر الكوكوت واحد شوي وصافي وتيكون طاب. ما تخلوش مسدين عليه بزاف تيولي لكم بحال الصوبه، مع مع هو لا طاب كيتحل. هنا بغيت نوجد ديك الشليضه اللي وريتكم تنشوي الفلفله، كندير فيها هكا مطيشه نقطع وحيت لها زريعه، وهنا شويه الفلفله هاني مازال ما غسلتهاش. بغيت نقول لكم الفلفله ولو لا الا شويتوها ما بقيتش ديروها في البلاستيك، ديروها هكا في شي في شي بواطه عندكم تاع الدجاج، ولا تكون شي بواطه بحال هادي ديال لا تابروير، المهم تكون صحيه وصافي احسن من البلاستيك. صافي وكنديروا فيها البصله هاد الشلاضه، وانا نوريكم ان شاء الله، ونخلو المرقه ديالنا طيب ونصيب شليضه معاكم. هنا على ما يوجد لينا الغدا ديالنا يطيب لينا السلاوي، هنايا راه وجدت هذوك المقادير تاع السلطه. هنا هاد السلطه كلشي كيعرفها، هنا الطماطم اللي قطعت وحيدت ليها الزريعه ديالها، وهنا الفلفل حلوه مشويه ومقطعه، والبصل والخل او الحامض اللي بغى يديرو، وكندير معنايا الملح والكمون، والكمون جوج الحوايج كندير معاها، وزيت الزيتون. انا كندير معايا هنايا زيت الزيتون، داير معاه الحار حيت كنبغوا الحار شويه. صافي غادي نخلطها كامله، ساهله وكتجي زوينه هاد السلطه، مشهور عندنا حنا في المغرب كنديروها بزاف. صافي وغندير معاها هنايا الكمون، حيت الا كنتي داري الحار مع شي حاجه كتجي فيها الكمون زوينه. ندير معاها الملحه والحامض او الخل اللي بغي، انا كندير هذا كناخذو من المحل التركي زوين رائع. صافي وهاد الفلفله هاد الزيت تندير معاه شويه الزيت اللي مع الفلفله حاره. صافي تنبغي حنا شويه حاره، صافي هكا صافي وغنخلطوها وها هي واجده. هانتوما الاخوه الاخوات، بعد ما وجد لينا بعد ما وجدت لينا المريقه ديالنا اللي بسلاوي، شتو كي تتجي عاقده، تتجي من ألد ما يكون، ما فيهاش مطيشه، ونفس تبعوا الطريقه اللي درت معكم السلاوي تتجي معاه مطيشه اللي كان في الطاجين ديال الطراب، وهكا تيجي رائع. ونصيحتي لكم ديروا فيه الماء قليل، ما يكونش فيه الماء بزاف باش كتجي هكا المريقه عاقده وزوينه. ونستغلو حين دابا راه ما بقاش غادي يبقى يكون، دابا باقي شويه كاينه هاد الايامات. انا اليوم لقيتو عند واحد الجزار حدانا باكستاني، لقيتو عنده تيبيعو، وقلت نستغل الفرصه علاش ما نجيبوش، وراه اليقطين راه مفيد جدا للصحه، وراه نصحنا به الدكتور الفيد، وان شاء الله طرقكم هاد المريقه وبالصحه والراحه، ونتلاقاو ان شاء الله مره اخرى. هذا هو الغدا ديالنا، درت معاه هذيك الشلاضه اللي درت معكم، حطيت معاه شويه الزيت والكحل، ونتلاقاو ان شاء الله في جوله قادمه ولا في اكله قادمه ان شاء الله وبحول الله. وشكرا لكم.